الناقة إميريتس كوليدج. أنا حبيت أشارك معاكم النهاردة المواصلات العامة هنا في دبي بالباصس وكده. طبعا ده كل ده تبع الشركة اللي هي الأر تي إيجا للمواصلات في الإمارات. هنا صراحة الباصس نظيفة، المقاعد كمان نظيفة، يعني النظافة مستمرة على طول. في مميزات كتيرة جدا في الباص هنا، إن هو رخيص جدا يعني بتروح من 30 درهم. هنا طبعا في باص بتاع ستوب، لو تكون عايز نازل اي محطه قريبه منك، مش بقى يا اسطى وكده على جنب يا اسطى والكلام ده. تعالى هنا اللي هو الستوب بوتن، بتضغط عليه وهو بيقف. طبعا ده شاشه عشان تعرفك ان فين بالظبط ورايحين فين وايه المحطه اللي جايه بعد كده. طبعا مش هوريكم عن التكييف وشيل التكييف اللي موجود هنا، الناس منتظرة هنا في كل الأماكن المخصصة، مفيش بقى حد يتشعبط في الباب الحاجات بتاعتنا. بس طبعا الباص النهاردة فاضي غالبا، مفيش فيه حرفيا مفيش فيه أي حد غيري أنا، مفيش فيه أي حد غيري أنا، لأن النهاردة السبت والنهاردة أجازة، خصوصا كمان دلوقتي إن هو مش وقت مثلا يعني الناس بتخرج فيه أو كده. وكمان بسبب النهارده السبت طبعا الباص ده بيكون مفيش فيه فورم ابره زي ما بيقول كده عندنا في مصر، ان مفيش فيه فورم ابره في جميع ايام الاسبوع طبعا ما عدا الجمعه والسبت. طبعا هنا الدفع بيكون محدش بقى هيزوغ زي ما بيقول كده عندنا، لا الدفع بيكون بطاقه محطه نوم. طبعا دي حضرتك بتشتريها عشان تعرف تتعامل بيها، حتى ممكن تدفع بها للتاكسي، لسه يعني عاملين الاوبشن ده. دي بطاقه نول، دي بطاقه نول بتشحنها، بتتعامل معاها بال يعني بس بتحطها بتلاقي الرقم وانت داخل علشان تحسب انت داخل من اي محطه، وبعد كده وانت نازل بتمررها تاني علشان تسحب اللي هو المبلغ المفروض ينخصم منك اللي هو غالبا بيكون 3 درهم.